أعرب موقع ترافل أوف باث أحد أبرز المواقع السياحية العالمية عن توقعه بأن تحقق أعداد السياح الوافدة إلى مصر أرقاما قياسية مقارنة بالعام الماضي. وأوضح الموقع السياحي أنه من المتوقع أن يزور مصر خلال العام الجاري ما يقرب من 15 مليون سائح مقارنة ب 11 مليون و700 ألف سائح خلال العام الماضي 2022. هذا وأوضح الموقع أن مصر استقبلت خلال النصف الأول من العام الجاري ما يزيد عن 7 ملايين سائح. طفرة حقيقية يشهدها قطاع السياحة في مصر، وهو ما ظهر جليا من خلال الإشادات الدولية بالمقصد السياحي المصري، والذي يشهد زيادة كبيرة في أعداد السائحين الوافدين بعد اتخاذ العديد من الإجراءات التي ساهمت بشكل كبير في زيادة أعداد السياحة الوافدة إلى مصر. إشادات دولية يحظى بها المقصد السياحي المصري، والتي كان آخرها موقف ترافل أوف باث السياحي العالمي، والذي أكد أن مصر من المتوقع أن يصل إليها خلال العام الجاري 15 مليون سائح، ما يمثل رقما قياسيا مقارنة بأعداد السياحة الوافدة إلى مصر خلال العام الماضي. وأكد الموقع السياحي أن الأسعار المناسبة تعد واحدة من الأسباب التي تدفع السائحين لزيارة مصر، فضلا عن الإجراءات التي اتخذتها مصر مؤخرا بتأشيرة دخول متعددة لمدة 5 سنوات للأجانب، مما يسهل على السياح زيارتها أكثر من أي وقت مضى. ترافل أوف باث أشاد كذلك بالتحول الرقمي، مشيراً إلى تزايد استخدام بطاقات الائتمان في مصر لدفع تكاليف الفنادق والمطاعم والمعالم السياحية، كما تستخدم وزارة السياحة والآثار المصرية الآن نظاماً غير نقدي لإصدار التذاكر. الموقع السياحي العالمي أشاد كذلك بحالة الاستقرار والأمن والأمان التي تعيشها مصر، فضلاً عن فتح خطوط طيران جديدة، مما يساهم بشكل كبير في زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى البلاد. الموقع السياحي أكد كذلك انتظار العالم افتتاح المتحف المصري الكبير، حيث سيصبح أكبر مجمع متاحف أثرية في العالم، والذي سيحتوي على أكثر من 100 ألف قطعة أثرية، بما في ذلك مجموعة كنز الملك توت عنخ آمون بأكملها.